بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع هذا المجلس الحديثي المبارك ومع الحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي في كتابه الماتع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الذي اعتبره الإمام النووي وعده من الأحاديث المكونة لعقل العالم المجتهد والمفكر والعامي المسلم وهو يسعى بإسلامه في تلك الحياة، يجب عليك أن تعلم أن الدين بني على قلة السؤال وليس على كثرة السؤال، وبني على أن نفهمه بالإجمال، ولم يبنى على أن نشقق فيه وأن نتنطع في السؤال. فكثرة السؤال والتنطع في الدين أمر مذموم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ونهانا عن كثرة السؤال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ولا تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ثم قال في الآية التي بعدها: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، بسببها كافرين. فربنا يرشدنا إلى قلة السؤال، وامتثل الصحابة لذلك. وعندما تتأمل في القرآن الكريم تجد سورة البقرة السورة الأولى في القرآن بعد الفاتحة، والفاتحة من السور القصار 7 آيات، والبقرة أكبر سورة في القرآن. ذكر الله فيها الخلق وآدم والقصص وموسى مع بني إسرائيل، ذكر الله فيها الأحكام من الطلاق والزواج، وذكر الله فيها البيع وحرم فيها الربا، وذكر الله فيها القتال، وذكر الله فيها الحجة، وذكر الله فيها الصيام، وذكر الله فيها أحكام كثيرة سواء في العبادات أو في العلاقات الدولية أو كان ذلك في المعاملات أو في الأحوال الشخصية. مليئة، سورة كبيرة. فلما سميت بالبقرة؟ لابد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظرنا إلى قصة البقرة، يريد أن يجعل ذلك أساسا من أسس الدين، ويريد أن يقول: وكان يمكن أن تسمى آدم، موسى، سورة بني إسرائيل، سورة الأحكام الكبرى، سورة أي شيء من هذا القبيل، ولكنه أسماها سبحانه وتعالى البقرة من أجل أن تذهب إلى قصة البقرة وأن تفهمها وأن تجعلها منهج حياة، وهو أن بني إسرائيل عندما أمروا بشيء فإنهم كرروا السؤال مرة بعد مرة، وفتشوا في الجزئيات، وتعمقوا في هذه الأسئلة حتى ضلوا أو كادوا أن يضلوا. فربنا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلم يرضوا بهذا الأمر وجلسوا يسألون عن ما هي وعن لونها وعن ما هي مرة ثانية، وفي كل مرة يشدد الله عليهم. ولو كانوا ذبحوا بقرة، أي بقرة، من أول الأمر لكفى، لكنهم تنطعوا في السؤال فشدد الله عليهم. ولذلك فنحن مأمورون شرعا بألا نسأل، وظاهرة كثرة السؤال وإن كانت قد تشتمل على مسألة إيجابية، وهي أن الناس تريد معرفة أحكام دينها، إلا أنها تشتمل أيضا على مسألة سلبية، وهي أن الناس يفتشون ويتعمقون ويخالفون مراد الله ومراد رسوله من هذا الدين ومن رحمته ومن سعته ومن جماله. ولكن أكثر الناس تريد أن تشدد على أنفسها، أو تريد أن تتلاعب بالدين، أو تريد أن تقف عند حد السؤال والمعرفة دون حد التطبيق. كانت الصحابة الكرام تقرأ القرآن 5 آيات 5 آيات، وتقف عند كل مجموعة من الآيات تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وتأخذ منها منهج الحياة، وتأخذ منها الأحكام، وتطبقها على نفسها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى 5 أخرى. بذلك طبقوا تدبر القرآن، وطبقوا التدرج في التطبيق، وطبقوا عدم التشدد والتنطع في الدين، وكانوا لا يسألون سؤالين. يقول لك أنت جايب البلح ده منين؟ فلو قلت له مثلا من البقال، خلاص لا يسأل مرة ثانية. كان السلف الصالح لا يسأل عن الشيء إلا مرة واحدة. من أين لك هذا؟ تقول اشتريته. لا يسأل، يقول من أين أتاك المال، ومن أين اشتريته، وهل هو حلال أو حرام. أبدا، هم يسألون سؤالا واحدا، فإن حصلوا الإجابة فبها ونعمت، وإلا فإنهم لا يسألون مرة أخرى. إذن فهذا الحديث يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مساحة الترك سهلة. سهل أن يترك أحدنا شرب الخمر والزنا والكذب والكذا إلى آخره. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الترك لا يكلف شيئا إلا منع النفس أن تفعل هذه المعصية. أما في جانب الفعل فأتوا ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذن فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والترك أخف من الفعل. ولذلك اترك كل المنهيات، ثم أيضا افعل ما تستطيع من المأمورات. والمأمورات والحمد لله محصورة قليلة، وأهمها الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأهمها أن تحافظ عليها، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا بد عليك، ولأن الصلاة عماد الدين وذروة سنامه، فلا يصح من غيرها أي عبادة، ولا يكون هناك بركة إلا فيها. ولذلك يجب علينا أن نتمسك بالصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فلا بد أن نحافظ على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.